وللحديث عن تداعيات الكشف عن نفق لحزب العمال الكردستاني بين سوريا والعراق والتعاون بينه وبين ميليشيا الحشد وجعل العراق ساحة لضرب دول الجوار، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. أهلا بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله أستاذ عبد القادر. يعني بداية، ما هي دلالات تزامن ظهور ميليشيات مسلحة في مقطع مصور وهي تهدد بضرب مصالح تركيا والتجار المتعاونين معها، مع الإعلان عن كشف هذا النفق لحزب العمال الكردستاني بين سوريا والعراق؟ كلما ضيقت تركيا الخناق على حزب العمال البككة الإرهابي في العراق المحتل الأراضي العراقية، وبالتالي هو تضييق لجهود إيران وميليشيات الحشد الشعبي فيها، كلما اتسعت دائرة استهداف تركيا. ولذلك حقيقة ما جرى من مجموعة من هذه الميليشيات بصوت ربما يقلد ليس تابعا لبيئة الميليشيات هو دليل واضح تماما على أنه حجم إيذاء تركيا لهكذا ميليشيات أصبح كبيرا. لذلك هم يلتجئون لهذه الأساليب من أجل حقيقة المحافظة على عدم إنهاء تواجد هذه الميليشيات وإعطاء فرصة للتفاوض، لأن الورقة الاقتصادية هي تقابل الورقة العسكرية والسياسية. لذلك لها دلالات مرتبطة ومتكاملة فيما بينها بعد الكشف على هكذا نفق من مجموعة أنفاق موجودة تربط سنجار بالواقع السوري وبالأراضي السورية تستخدمها إيران، وهذا يؤكد تماما على أنه هكذا اللعب بتهديدات وبكذلك وجود تعاون وأنفاق كله يأتي برعاية إيرانية. ولذلك هي ليس أيضا بمنأى عن قصف قاعدة زليكان في الموصل من قبل الميليشيات الإيرانية أو ميليشيات الحشد في العراق. لذلك لأن الذي يقود دفة مواجهة تركيا كله حقيقة برعاية إيرانية وبرعاية ضباط الحرس الثوري الإيراني. نعم، يعني هناك من قال أن الأهمية تكمن لربما الأكثر من اكتشاف هذا النفق الذي هو فعليا تحت الأرض هو في النفق في العلاقة بين ميليشيا الحشد والبيكاكا. يعني من المؤكد تماما أن عملية العلاقة هي ليست وليدة اللحظة وهي معلومة، والميثاق الوطني العراقي منذ عام 2020 كشفها بشكل واضح، بل كشف اجتماع كان مهما في منطقة السنوني وتحديدا في البناية التي تقابل مستشفى سنوني في سنجار، والذي عقد بين ضباط الحرس الثوري الإيراني والبكك الإرهابي وأربع ميليشيات رئيسية في الحشد الشعبي وهي سيد الشهداء وبدر والعصائب وكتائب أو ميليشيات حزب الله. لذلك هكذا تنسيق بالتأكيد تماما بعد فترة من الزمن ستتكشف فيه جميع الأوراق. لذلك هذا التحالف حقيقة يجعل من سنجار قاعدة متقدمة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا والعراق والشمال العراقي، ومنها كانت تخطط أيضا قصف أربيل وكل المحاولات الموجودة في شمال العراق من إرهاب هذه الميليشيات. نعم. فضلا على أنهم يخططون لتدريب كوادر من البككة في معسكر مجاهدي خلق في ديالة على الطائرات المسيرة تمهيدا لاستخدامها في العمق التركي. سيد عبد القادر، أين هي الحكومة العراقية من كل ما يجري؟ يعني هناك ميليشيات أجنبية تهدد تركيا وتهدد مصالح العراق ودول الجوار، أين هي الحكومة العراقية مما يجري؟ هذه الميليشيات هددت العراقيين قبل أن تهدد دول الجوار وتركيا، وبالتالي احتلت أراضي عراقية وهي ميليشيا أجنبية، واستخدمت الأراضي العراقية وساهمت في نزوح والاستيلاء على أموال وممتلكات ومنازل المواطنين بشكل واضح، وصمتت عنهم الحكومة. لذلك أنا أقول الحكومة هي متواطئة من جهة في التعاون مع هؤلاء لأنها تعلم، ومن ثانية توفر الدعم المالي واللوجستي والرواتب لميليشيات البككة ولهكذا تجمعات إرهابية لأنها تريد تنفيذ مصالح إيران في المنطقة. لذلك الحكومة هي راعية وداعمة بشكل واضح وصريح لكل ما يجري في سنجار والمدن العراقية الأخرى، منها جرف الصخر ومنها منطقة القائم غرب الأنبار الذي أيضا فيها تعاون كبير لميليشيات أجنبية كفاطميون وميليشيات الحشد وفيها أنفاق أيضا. لذلك سنجار تعتبر حقيقة واحة
لهذه الأعمال الإرهابية ولتجانس معلوم تماما وهي تحت أنظار الحكومة، بل الحكومة ساهمت في كثير من العمليات الوهمية للتغطية على عدم كشف ملفات سنجار الذي كشفت الآن. ماذا عن الاتفاق مع حكومة أربيل حول سنجار بين الحكومة وسنجار؟ لماذا لا يتم تنفيذه ولماذا تماطل الحكومة بتنفيذ هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق هو حقيقة لسحب الغضب الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت إنهاء هكذا تواجد، وأيضا لذر الرماد في عيون الحكومة التركية، وبالتالي من أبرم الاتفاق هم ميليشيات الحشد، لذلك لن ينفذون هذا الاتفاق، وإلا هذا الاتفاق هو حيز التنفيذ والمفروض يتم العمل به، وبالتالي يتم إخراج هكذا قوات أجنبية وغيرها والسيطرة على المنطقة وإرجاع النازحين وسكان المنطقة الأصليين إلى سنجار. لكن الحكومة تتعمد وتتجاهل كل النداءات الموجودة حول إتمام اتفاق أربيل بغداد، لأنها حقيقة تغطي على تواجد هذه الميليشيات وتغطي على أعمالهم وتغطي على حركة إدخال الأسلحة والميليشيات إلى الداخل السوري. سيد عبد القادر، يعني وفقا للمعطيات، هل فشل اتفاق سنجار؟ هو فاشل منذ اللحظة الأولى، لذلك حقيقة لأنه الطرف الذي أبرم الاتفاق وهي السلطات الحكومية في بغداد هي من اللحظة الأولى لا تريد تنفيذ الاتفاق، وبالتالي قلناها منذ اللحظة الأولى هو اتفاقا فاشلا، لأن الطرف الحكومي غادر بهذه القضية وهو لا يريد إخراج وليس جادا في إخراج الميليشيات الأجنبية أو ميليشيات الحشد الشعبي التي لا مبررة لتواجدها في سنجار ولا حتى في الموصل، بل هي تتواطأ معهم، وبالتالي من يقدم الدعم لهذه الميليشيات لا يمكن أن يساهم في إنجاح اتفاق يضرهم. نعم، إلى أي مدى بات مطلوبا اليوم وضع حد لوجود ميليشيات أجنبية على أراضي عراقية وسحب أيضا سحب سلاحها المنفلت ويعني تقليص خطورتها على البلاد؟ إلى أي حد بات كل هذا ضروريا اليوم؟ أصبح أولا وطنيا عراقيا في الضغط على إخراج كل القوات الأجنبية ومنها ميليشيات البككة، لأنها ميليشيات تحتل وهي ميليشيات أجنبية تحتل العراق، وبالتالي ثانيا لأن الحكومة غير جادة وهو تعاون موجود معها مع هذا مفضوح مع هذه الميليشيات، واجب أيضا على المجتمع الدولي وعلى الدول المتضررة أن تكون لديها مواقف ضمن ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في إخراج هكذا منظمات إرهابية من الأراضي العراقية. لماذا شكلت يعني تحالف دولي ضرب ودمر الموصل من أجل إخراج كما يقولون ميليشيات أو إخراج منظمة إرهابية؟ لماذا لم يتم الآن إخراج منظمات إرهابية وليس منظمة واحدة في الموصل وفي سنجار وفي جرف الصخر؟ إذن لابد أن يكون هناك حقيقة واجبا دوليا وواجبا وطنيا في إخراج هذه الميليشيات وتحرير هذه المناطق وإعادة أهلها إليها وبالتالي إرجاع كل شيء إلى مكانه الطبيعي. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.